على اي حال خلينا نروح لمدينه العبور. مدينه العبور بتشهد تطور كبير في المنظومه المروريه، ده بالتعاون مع الجهات المعنيه، وده ايضا في اطار جهود وزاره الداخليه للوصول بالاداء الامني في الشارع الى اعلى مستوياته. التطوير ده بيهدف الى ايه؟ بيهدف للحد من الحوادث، التدخل الفوري ايضا في حال حدوث اي حوادث مروريه. خلينا نشوف. النهارده احنا بنشهد وجود تجربه جديده في مدينه جديده، اللي هي تجربه الانتشار المروري. طبعا السيد اللواء مدير الامن، مدير امن القلوبيه، جه زار المدينه هنا وادى توجيهات لزياده النقاط التمركز الخاصه بتامين الطرق، تامين المحاور، بالاضافه الى دعم اداره مرور العبور بالمعدات والاجهزه الجديده اللي بتساعد على الانتشار والتحقيق الانضباط المروري السريع. كانت اداره مرور العبور موفره تجربه برضو من التجارب المهمه، تجربه العجله الكهربائيه. العجله دي بيبقى فيها موتور كهرباء وفي نفس الوقت ممكن تشتغل ببدال عادي، وتحقق انتشار سريع لفرض المرور داخل المدينه. عندنا بالتنسيق مع اداره المرور تم تحديد عدد 6 اماكن انتشار سريع تدخل مروري في حاله وجود اي عوائق او تكدسات مروريه، تتدخل المنطقه او نقطه الانتشار بسرعه فك الاختناق، وفي نفس الوقت تمنع اي سلوكيات خاطئه ممكن تحدث في نتيجه سوء استخدام الطريق من الساده المرتدين او بعض السائقين، سواء كان سائق طريق عكس او بيتجاوز الحارات بدون اي ترتيب. طبعا كان المردود السريع لوجود نقاط الانتشار السريع واللي موجود ورانا احدى النقاط ديت، تحقيق انضباط مروري ممتاز داخل المدينه وداخل المحاور. كان من ضمن المناطق الانتشار ديت عدد 6 مناطق زي ما قلت لسيادتك، احداهم في مدخل الحي السابع، واحداهم في مدخل المدينه، واحد مدخل النفق، وفي واحده موجوده في المنطقه الترفيهيه، وفي منطقه نقطه ارتكاز موجوده في الحي الثاني منطقه المدارس، ودي بتعمل عمليه تنظيم ودخول الاتوبيسات وخروجها واثناء خروج الطلبه من المدارس ودخولهم. عندنا داخل المنطقه التجاريه في الحي الاول نقطه الانتشار، وحاليا احنا بننسق بناء على التوجيه الصادر من السيد مدير امن القلوبيه لاداره المرور واداره التامين لزياده عدد اماكن الانتشار داخل المدينه، وحاليا احنا بصدد تجهيز عدد 12 مكان جديد ان شاء الله خلال الفتره القادمه يتم تنفيذهم لتحقيق اقصى انضباط مروري داخل المدينه خلال الفتره الجايه. جهاز المدينه انتهى من تنفيذ عدد 2 محور مروري جديد داخل المدينه، كان محور بيخدم المنطقه الصناعيه بطول 10 كيلو اسم المحور الغربي، ده خد كل ترافيك المعدات الثقيله والنقل الثقيل، منع ان هو يمشي على المحور الرئيسي اللي احنا موجودين فيه حاليا، وبدا ينقلهم كلهم الى المحور الغربي واللي بيربط من طريق الاسماعيليه بيربط من طريق بالبيس بطول 10 كيلو، وبالتالي ما عادش فيه اختناق مروري في المحور، بالتالي اصبح فيه سهوله مروريه تامه داخل مدينه العبور. حققناها من شقين، الشق الانضباط المروري ودي طبقا لتوجيهات السيد مدير الامن والسيد مدير مرور القلوبيه بتحقيق نقاط الانتشار السريع، وفي نفس الوقت تدخل جهاز المدينه بانشاء محاور جديده ولتحقيق اقصى قدر من السهوله المروريه داخل المدينه.